روحي محمد المخلوف 11 جونيور 3 اني وبعت مشروع جراند فيد. جراند فيد هو ابلكيشن موبيل نعاونوا بها مرضى السكري صنف واحد. مرضى السكري هما عايشين على دوزا فيكس تاع انسولين تخليهم بوقت اللي يجي ياكلوا مش مرتاحين. الطبيب يقول رد بالك يجي تاكل الصحون باسكو سي صحون مكرونه. دونك بالسوليسيون تاعنا دونك يحطوا شنو كلا نعطيوا على دوز انسولين ادوبتا على الميكرو بشكلها هكا المريض يحس روحه اكثر مرتاح يتفادى الامراض اللي تصير له الون تيرم كيما ضعف النظر كيما امراض القلب وغيره من الامراض الاخرى. احنا كيفاش بدينا ساعه البروجي؟ بديناه مع ترافير لي تشالنج ايكيب دي ستوديون فيها كاتر انجينير وطبيبه وديزاينر. دونك شاركنا في لي تشالنج في العرب موبايل اب تشالنج وترشحنا في على المستوى العربي في قطر ومشينا من بعد الموبايل وورد كونغرس في برشلونه وعديد من التحديات الاخرى ربحنا فيها والحمد لله. وعندنا توا معناتها ما يقارب 7 شهور 8 شهور كنا مع دخلنا مع انطلاق انطلاق هي اللي سجلتنا باش ننسيو باش نحولوا الفكره نتاعنا الى مشروع باش ننفذوه باش نعملوه. كنا عندنا افكار لكن ما لقاوش شكون يدعمها. دونك بالحق نستحقوا معناتها ونشكر صندوق صداقه القطري اللي دعمنا في المشروع نتاعنا باش حول الفكره الى مشروع حقيقي وحقق لنا حلم معناتها نتاع فكره كنا نحلموا بها. انا نقول لهم معناتها شباب مشوا لقدام ما تاخروش ما استناش حد يعاونكم اخدموا على رواحكم. اذا كان عندك فكره وامنت بها شد فيها صحيح فهمتني وباذن الله توصل.